عم نشوف انهيار انهيار بهاللحظات انهيار لأهداءات بيروت. الجزء المتبقي يلي انهار بهاللحظة نحن نقل مباشر عبر صودفان. الصومعتين نزلوا اتجاه الرياح، جزء منه باتجاهنا نحن ميلة الشرق والاتجاه الثاني هو باتجاه الغرب. الصوت ما كان قوي جدا، سمعنا أنجأ لحظة للانهيار، ومن ثم عم ننقل مباشرة نقل مباشر عبر صودفان، فيسبوك، يوتيوب، للغبرة يلي غطت بهاللحظات كامل الإهراءات. بهاللحظات كامل الإهراءات تغطت والدخنية عم بتروح باتجاه، نحن عم نلمس بعض الريح. إن شاء الله ما تكون متأزم، مش محضرين حالنا، ما في غير كريس حاضر حاله مع مع الكمامة. الناس الموجودة تحت يلي عم تتحضر لاستقبال المسيرات أمام نصب التذكاري للمغتربين ليكون لقاء السنتين دعما للأهالي الشهداء، بعضهم واقفين عم يتفرجوا. غيمة الغبرة عم تتصاعد علوا، عم تنقشع بهاللحظات الغبرة، تبين انه السقوط كان تام وعم يتقلص شكل الإهراءات. نحن نهار الأحد كان حجمه اكبر، اليوم عم صارت سقط منه 4 صومعات، وبالتالي الحجم كان اقل بكثير. كنت بتتوقع شارلي يكون نحن عم نحكي على الهواء هيدي اللحظه تصير، وهيدي اللحظه ننقلها مباشره على الهواء.